بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المستمع الكريم، أيتها المستمعات الكريمة، بما أننا مقبلون على شهر رمضان فلا بأس أن نتحدث عن أصناف الناس في النظر إلى شهر رمضان. كيف ينظر الناس إلى شهر رمضان؟ وماذا يريد الناس من شهر رمضان؟ الناس في ذلك أصناف، فمن الناس من يجعل من الشهر المبارك فرصة للراحة والاسترخاء والنوم والكسل وما إلى ذلك، ومن الناس من ينظر إلى شهر رمضان على أنه فرصة للربح المادي وللتجارة وجمع المال، ومن الناس من ينظر إلى شهر رمضان على أنه فرصة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى والجد والاجتهاد في الطاعات وما إلى ذلك. وهذا الصنف هو المطلوب، وهو الذي ينبغي على المسلم أن يكون منهم وأن يميل إليهم وأن يتنافس معهم. أما غير ذلك من الأصناف فلا داعي لهم، وهذا والحمد لله رب العالمين.